صباح الخير زملائي داخل الاستوديو من برنامج نسمات ذاك روس. اليوم متواجدين في سوق الشورجة في أحد محلات العطارة للتعرف على أنواع البهارات واستخداماتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عمو. أهلا وسهلا وأهلا بقناة ذاك روس. أبو منو؟ أبو علي. أبو علي، اليوم نريد تتحدث لنا عن أنواع البهارات واستخداماتها بالأكل. هي هواية أنواع يعني بالبهارات تستخدم هواية أكلات الغربية والشرقية، يعني هواية مال طحنها فريش واستيرادها كلها أزيد النوعيات اللي استيراد مالتها من دول شرق آسيا. الطحن كله احنا نجيبه خام حب مثل القرنفل الكبابة الفلفل الأسود دارسين، واحنا نسوي الخلطات ونطحنها كلها على القياسات مثل برياني كبة دولمة شاورما لحم شاورما دجاج زنجر كنتاكي، يعني كلها الغربيه والشرقيه كامله. واكو نوعيات مال زلاطه، يعني المتبل مال زلاطات، المتبل مال دجاج، المتبل يعني هواي عندنا شغلات بيها تدخل. هاي الهيل مثلا والنوم وبصره هم تدخل بالطبخ، لانه هاي من تعتبر للتشريب للشغلات عندنا. هاي كلها المكسرات مع الطبخ تصير مثلا مع البرياني الكبسه المندي كلها ترام هاي. نعم. زين، شنو انواع البهارات اللي يشتروها منك دائما اللي يستخدموها اكثر؟ والله هي البهارات خاصه العراقيه، بالعراق هنا كلها تستخدم، لان الصينيه العراقيه المائده مالتنا عامره ان شاء الله وتبدا تبقى عامره ان شاء الله. مثل الكباب البرياني التبسي المروقات، اي هاي تدخل كلها بيها، الكركم في الفسد للتبسي للمروقات الفاصوليا البوتيتا الاسبينر هاي المروقات مثلا، وعندك مثلا البطن الباقي لو دهن، يعني كلها تشتغل. يعني احنا موادنا ما شاء الله عامره وكلها يحبون الذوق لان هم ذواقه، مثلا دبس الرمان يخلوله النمو بصره الهيل بالاضافه للكشمش المكسرات، وهاي كلها يعني تدخل بالمواد العراقيه. دائما يحكون عن البهارات الفريش، شلون نسووها؟ هي يعني قلت لك احنا نجيبها حب خام مثلا مثل هذا الحب القرنفل والكبابة والفلفل الأسود، هذا كلها خام تعتبر، ونطحنها كلها فريش. يعني احنا ما نجيب شيء مطحون نبيعه، اول شيء يصير قديم ما نعرف ايش فيه مخبوط ما مخبوط. ماكو خلطات جديدة تستخدمونها؟ هي كلها جديدة، احنا كلها عندنا خلطات جديدة، مثلا الغربيات كلها جديدة هسه اصبحت كلها مال مثلا تمن ريزو ستريبس الكنتاكي الاسكالوبات الزنجر هذا كله موجود، ومع الشرقي مثلا قلت لك الكباب البرياني الدارسين دجاج مشوي كلها موجوده، دجاج تنور كلها تتبيله خاصه، كل واحده تتبيلتها خاصه وكلها خام وتنطحن، يعني ما نجيبها مطحونه، كلها قياسات ونطحنها فريش كلها فريش. احكي عن الادويه العطاريه. هي تدخل بالعطارية هم يعني مثلا أعشاب تدخل مثلا البابنك ورد ماوي، هاي تدخل البرد للنشلة مثلا اليانسون للانتفاخ للغازات، يعني هواي تدخل شغلات بالعطارية لل يعني قديم الزمان استخدموها لحد الآن، هذني أحسن من الدول لأنه ما بها مواد كيميائية وتريح. يعني كل المواد هذه الزعتر النعناع الميرمية الميليسيا ها كلها تدخل بالاعشاب الطبيه مثلا الوجع راس للمعده للقولون اكو شغلات للسكر هم يعني تنزل السكر مو طيب تنزل يعني مهدئه كلها زينه. هي هسه اغلبها هسه انتشرت هاي الادويه ومن ضمنها الزيوت هم يعني الطبيعيه الزيوت من مثلا زيت الخروع زيت اللوز زيت زين احكينا على الزيوت شوي. اكو هواي انواع زيوت مثلا تدخل للبشره للشعر تقويه وتغذيه انباط الشعر، زيت اللوز الخروع السمسم الجرجير الثوم، وهاي اكو مجموعه زيوت وهاي كلها تدخل مثلا هي للبشره للشعر تقويه وتغذيه للشعر والبيصلات تتغذى حتى الشعر بيساقط، وهذا التفاف عليه هواي صار عادي لانه ماكو فشي زين يعني بالادويه تقوي الشعر والهذا الا ذني هي شويه مع الحنه الاصليه مثلا يخلوها تقوي الشعر وياهم.
السلام عليكم. اسمي الكريم. حجي حيدر. حجي حيدر، اليوم حابين نسألك على الأنواع البهارات والخلطات اللي هسه تنباع يعني بكثرة. الأنواع البهارات متعددة، الخلطات تنباع، بهارات البرياني، بهارات الجدر، بهارات الكبة، البصل، الفلفل الأسود، الأحمر، كلها تنباع البهارات هاي، ولها إقبال كلش قوي. زين، صحيح البهارات فريش يعني يوم بيومها؟ لا، مو مثل الشغلات الخضراء أو الطازجة، يعني مو قديمة، تنباع ولما تخلص نسوي طحن جديد ونبيعها، يعني ما تبقى ما تتأخر، لأن احنا محل مختص بيع البهارات. زين، شنو البهارات اللي يجون يشتروها منك اللي يستخدموها أكثر شيء؟ يجون المطاعم الدرجة الأولى، المطاعم الأقل، يجون البيوت في المناسبات محرم برمضان المبارك، يعني الطلب مالها كلش يكون قوي.